هذا سائل يقول: نسكن في مكان يبعد عن الجامع بكيلوات وبلا مكبر صوت لا نسمع الأذان، فهل تجب علينا إجابة الصلاة؟ والله لا، طالبوا مسجد، طالبوا أنتم وجيرانكم بإقامة جمعة عندكم. نعم، ما تخلون الجمعة تقولون بعيد علينا، طالبوا بإقامة الجمعة في مسجد من المساجد القريبة عندكم، يجوز تعدد الجوامع للحاجة. نعم.